إذا كنتي حابة البورتموني تاعك ولا المحفظة تاعك تكون معمرة بسوارد وتدخل لك غير سوارد وتولي مرفها بها وما يخرجوش من غير سوارد، تبعي هاد لا فيديو جوسكا لا فان. مي افون تو ديري لايك وبارطاج لا باش يستفادوا معاك صحابتك وروحي تستفادي. السلام عليكم حبيباتي، نتمنى هاد لا فيديو تلقاكم بكامل الصحه والعافيه. الوغ كيما شفتوا هاد لا فيديو الا ايتي بوكو بوكو دوموندي وبزاف منكم طلبتوها مني، طلبتوا فيديو اللي هدرت لكم على الالوان الداعمه. كل شخص على حساب تاريخ ميلاده بيان سور عنده الوان تساعده هو، وطبعا هاد الالوان رايحة تدخل في لو بورتموني، يعني اللون اللي يدعمك شخصيا. جي ايزيتي نحط لها هاد لا فيديو بلوزيغ فوا وما نحبش، على بالي كاين ناس حيقول لك هذا شرك وهذا خرطي، لكن تشوفي في هاد الحاجه شرك وخرطي من فضلك ما تخليش تعليق سلبي، ما تشوفيش لا فيديو وخرجي بسلام، لانه واش قاعده نهضر فيه هو علم ومؤكد. لو كان جاو الالوان بكر كيف كيف ربي ما يخلقش الوان، ما يخلقش عدة ألوان. وأصلا باش نزيد نفهمكم بكم رانيش رايحة نقنعكم، بالعكس ماهوش دوري الإقناع، كل إنسان حر في خياراته، لكن ربي في الدين وعطانا قالك من أسلم أسلم ومن أشرك أشرك كما تحبوا، يعني ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ربي يهدي اللي يحب، هذه في الدين، فما بالك في المعتقدات. دونك كيما تحبوا البنات، جوست لازم تفهموا ربي قالنا كل شيء في الأرض يسبح بحمده، يسبح باسم ربي، يعني ماشي كل إنسان ولا كل مخلوق، كل شيء، يعني ما كانش جماد، كل شيء راهو حي. هادي راهي تحس بك طيشيها وتخبطيها هك بلي ما تحبيهاش، ما كانش بيناتكم علاقة، حتى هي مش حتحبك ومش حتخدمك. إي لا ميم شوز لكلش لكلش. فوالا دونك هادي بك باش نفهمكم واش انا رايحين نديرو. دونك كل حاجه راهي تسبح باسم الله، هذيك التسبيح هي الدبدبات اللي تبتها اي حاجه، وحتى الالوان عندها دبدبات تبتها. عم بالي هادي راهي حلت في عينكم مامنا، مي جو سي اون امور ومع مون نوفو بورتموني. دونك نحكي لكم كيفاش تخيروا الالوان. الوغ راح نقول لكم واش ديروا في البورتموني تاعكم كامل ايا كان اللون تاعو باش يولي مغناطيس للمال، صافي دير يجيب لكم سوارد. هذه حاجه الاولى. والحاجه الثانيه الالوان ما نقش نقولهم لكم هكذا، كل وحده فيكم ونوعدكم يعني وعد شرف كيما نقولوا راني قد هدرتي الالف كومونتير الاولين نجاوبهم على كل وحده نحط لها اللون الداعم تاعها، لانه ما تقدروش تعرفوا وحدكم، لازم انا نقول لكم على خاطر كل لون راح يكون تابع العنصر، والعنصر نخيرو مش هذاك الالوان تاعو، نخيرو العناصر الداعمه لهذاك العنصر. اسمع حاجه حتجيكم صعيبه ومستحيل تفهموها، مش مستحيل يعني ما نقش نفهمكم في هذا الفيديو. فوالا دونك كل وحده فيكم تخلي لي تاريخ ميلادها، اليوم والشهر والسنه، وانا باذن الله راح نعطيكم اللون الداعم لك باش تستعمليه في حياتك وفي البورتموني تاعك. دونك طولت الهضره نحكيو على البورتموني كيفاش يكون شغل مغناطيس للمال. بون هاد الحوايج اللي حنديرهم في البورتموني سان فو با دير انتي قاعده وسوار دي جيوك، ربي قالنا اعقلها وتوكل، توكلي على ربي خدمي خدمتك واش قاعده ديري ولا واش رايحه ديري، وهادو حين يعاونوك في يجذبوا المال، الطاقه تاعهم تجذب المال. فوالا سان فو با دير تشري لي بورتموني بلا كولور وتقعدي، ما كاش منها هادي، ربي لازم تسعي باش المال هو نتيجه، فهمتوني؟ المال تقدمي خدمه يجيك. فوالا ولكن هاد الحوايج اللي حين نديروهم صح صح يجيبوا لكم سوار، تكونوا متاكدين، يعني نهضر لكم على تجربتي الشخصيه والحمد لله. شوفوا البنات، اول حاجه نخيروا اللون، قلت لكم خليو لي خليو لي في الاخر، خليو لي في التعليقات تاريخ الميلاد. ثاني حاجه واش نديروا، كل وحده فيكم لازمتها تخير امام اللون، انا اللي كانوا عندي بزاف محفظات من قبل، لازم هذيك هذاك البورتموني كي تشريه تشريه وانت حبيتيه، شغل تحلى في عينك، تصرا بيناتكم اون غولاسيون دامور، يحلى في عينك. هذه الحاجه بزاف مهمه، يعني شري حاجه تكون بينك وبينها غولاسيون. ثالث حاجه اتونسيون واتونسيون واتونسيون، تحطوا في المحفظه تاعكم الفواتير. وش هما الفواتير؟ سافو دير ما تحطيش الكارت باغ اكزومبل، الورقه تاعك تاع التريسيتي، الورقه لا كارت ديدونتيتي، البيرمي، تو سكي كارت ما تتحطش، ني فوتو تاع امك لا تاع باباك لا تاع اي واحد، ما كاش لي فوتو، ما كانش باغ اكزومبل عندك كارت فيزيت تاع عبد ما عم باليش،
لكن عندك فاكتور تاع لوبيتال الاسوار داك راح حصل فيهم في السبيطار، ديري في بالك. اوردونونس راح حصل فيهم في لي زوردونونس تاع الدواوات. لكن سورتو سورتو حاجه باغ اكزومبل كارت دو فيداليتي ولا حاجه تاع كيما نقولوا لي سولد، هذيك طاقه فقر صافي دي راح تبقاي تبعي السولد حياتك بكل، ما يكونوش عندك سوارد باش تشريهم. ايفيتي عليك البورت موني فيه سوارد فقط برك. انا كنت حاطه فيه ما حاطه يعني باش نقول لكم لي كارت تاعي بكل، حاطه فيه لي كارت تاع الخياطات. المهم كنت مدايره ديغا كان بورتفي تاعي مسكين. لا علينا، هذه الحاجه الثالثه. حاجه رابعه واش ديروا دوك، راحوا بكل نحيو لي كارت سيغ بلاس، يعني ما تسناش تشري بورتموني. حاجه رابعه يا البنات، ديما دوك انا كنقول لكم علاش بدلت هادو في زوج ما رانيش نستعملهم، ما تبدلوش بورت موني منين طق لك في راسك ولا منين تشوفي موديل جديد ولا على مود مع القش كيما كنت ندير انا. جامي لازم تكون بينك وبين محفظه علاقه حب، دلليها كيما تدللي بيبي. حنا نقولوا حبيه يحبك البيبي، هو انسان يعني مخلوق، حتى هي راهي تحس وتشعر. نعطيكم اكزامبل، ماشي كيما تليفون كتكرهي منه تقولي لي كرهت من جدو، يبدا يدير لك بلوكي، يبدا يبوغي. بس كي تودي حاجه تجيبي واحد جديد، ما تجيبي واحد جديد داك يكون ديك تهرس، ما فيه حتى اوبسيون. باسكو هذاك البورت هذاك التليفون ساي عادي يحس بلي كيما تحبيهش، ما عادتيش تستفادي منه، عاد مش اوتيل، ساي يفسد يعود صح ما يدير لك واش راكي تخمي فيه. وما رانيش نخرط والله العظيم، سي اون سيونس. واش غادي نقول لكم، صدقوني المعلومات اللي في هذا الفيديو ماهيش كلامي، راهي كلام دكاتره والناس قراو هذا العلم واستشاره وماسترز، وما مش تلقوا في الفيديوهات اللي في اليوتيوب بكل. انا لميت لكم كلش حطيتلكم في هذا الفيديو، مش هضرتي هذه باش نكونوا واضحين. كاين معلومات شفتهم في اليوتيوب، كاين معلومات شفتهم عند دكاتره، كاين عند لي فورماسيون درتهم، كاين بزاف حوايج، يعني درت لكم الخلاصه تاع كلش في هذا الفيديو. دونك تبعوا جوسكا لافا حتى يكون يجي طويل، اي كلمه هي معلومه بزاف حتفيدكم. و سيل فو بلي بارطاجي لا فيديو باش الناس تستفاد. وحاجه اخرى اللي نقولها لكم توجور، الا كان فتو 1000 كومونتير وما جاوبتش على التعليقات يفوتوا 1000، الانستغرام بعثوني جاوب لكم مع اللون تاعكم. فوالا خرجنا على الموضوع، نرجع. لازم تكون البورتموني تاعك في حاله جيده، توجور يكون باهي. اي حاجه تحبيها لازم تعتني بها، لا ميم شوز، لازم تكون مليحه، ما تخليوهاش تشوفي البورتموني داك مقشر ولا قديم ولا السونسور تاعو فازد ولا ما يتحلش. جامي دو لافي، لازم يكون توجور اون تري بون ايتا، فهمتوني البنات. لكن ما يتحلش ديفيسيلمون، يتحل ديفيسيلمون، يجيبوك سوار ديفيسيلمون. ولكن ما عندكمش بورتموني سي انكور بيغ، المحفظه هي حافظه للمال، يعني لازم تكون عندك محفظه مال. زيدوا حاجه اخرى ديروها، هي ديما تكون عندك قطعه، يعني تكون عندك كيما نقولوا ماشي قطعه، يكون عندك مبلغ ما تصرفيهش. باغ اكزومبل حطي 200000 ابار، 200000 هذيك ما تصرفيش منها، لو كانت تقعدي 1000 فرنك ما عندكش ما تصرفيهاش، خلاص انسيها كانها ما كانش. وديما في واش حين نديرو، عقلك اللاواعي يكون ديما متاكد بلي راهو عندك سوارد، يعني هو حيحسك بطاقه الغنى، يعني كي ما تطيحيش خلاص اون بان، ديما عندك سوارد. والله العظيم هادي حنحكي لكم حاجه شخصيه، كنت نقرا في لافاك قبل، كنت ديما نحرق معايا وصحاباتي، معيت نطيح اون بان، كنت نروح مع صاحبتي كي نوصلو خلاص نقولها، ما حاب نهضر اسمها، نقولها اني ساي كون ما تمدليش هادوك باغ اكزومبل نطيحو كيف كيف، هاديك 2000 فرنك باش تحكمي بوس باش تربحي ولا ساي. كنت نحرق، نوصل درجة نحرق. خطرة وصلت للدار حكيت لبابا، قلت له بابا راني طحت اون بان، كون مش صاحبتي مدت لي سوارد، كون راني قعدت هكذا هبل بابا. عطاني 200000 شافي عليها كيما اليوم، قال لي هادي 200000 ما تصرفيهاش خلاص، توجو خليها معاك، تحصلي ما تلقيش كيفاش تروحي ديما عندك. والله العظيم من هذاك النهار البورتموني تاعي ما زادش فرغ، كوا كسو سوا تكون سبا ما يفرغش. عباكم واش يصرى حين تبرمجوا العقل اللاواعي تاعكم انكم عندكم سوارد، بلي سوارد كاينين، يعني انت عندك سوارد، وصح سوارد ما يخلصوش من عندك. الحاجه هذه درتها بدون وعي، بدون ادراك، درتها ما على باليش واش معناتها، مي من هذاك النهار وانا بورتموني تاعي الحمد لله يدخلوني سوارد، يعني ما طحتش خلاص خلاص اون بان. حاجه اخرى البنات، سوارد ثاني يكونوا دون ان تري بون ايتا، ما يكونوش مكمشين، مطبقتهم لي على 7000 طرف حتى يديك تقول تحليها على الشعره تتقطع. دونك سوارد لازم يكونوا محلولين هكذا، تكون محلوله ومام كي تخبيهم خبيهم هكذا. وحاجه اخرى، كي تحطوا سواردكم في البورتموني حطوهم بالترتيب من اكبر شغل قيمه حتى الاصغر قيمه، يجيو ورا بعضهم.
هذه حاجه اخرى. حاجه اخرى البنات واش ديروا العقل قلت لكم حين ديروا شغل تقنيه نوهموا بها العقل تاعنا بلي حنا عندنا سوارد، لانه العقل اللاواعي ما يفهمش، يفهم بالصوره فهمتوني، ما يفهمش بلي هادو سوارد صح ولا ها. شوفوا انا واش عندي وقولوا لي. شوف دوك نفهمكم، هادو سي با دي فري يعني بياس ماهمش صح تاع الصح. هذا الدولار انا امبريميتهم وقصيتهم، كنت حابه نصورهم لكم فهمتوني، واش درتهم حطيتهم عندي. دوك انا منين نشوفهم انا راني نحبهم نحسهم تاع الصح، نيماجيني روحي عندي هاد السوارد ورايحين يجيو، صدقوني بلي رايحين يجيو فهمتوني، رايحين يجيو. دونك هزوا من الانترنت اكبر قيمه، تحبوا اورو تحبوا دولار، انا حبيت دولار. دونك فوزات ليبر تخيروا واش حبيتوا، حطوا امبريمي ورقه وحطوا، انا امبريميت بليزيوغ دونك ماشي غير هادي فوالا، وحطيتهم. حاجه اخرى تقدروا ديروها ثاني وبزاف بزاف مهمه، جيبوا مرآة يا البنات. هاد المرآة تقدر تكون من المستحسن فيها وجهين فهمتوني، دو بريفيرونس فيها دو فاس، وتحطوا فيها لا سوم تاع دارجون تاعكم تاع مبلغ هذاك اسمه الصوار تاعنا تاع الصح ولا الفيرتوال، وتحطوها عليهم عليها هكذا وتقفلوا المرآة. واش دير يا البنات، الخزي المعلومات فهمتوني، دونك جامي تبكيو قدام المرايا اسمع حتعكسكم طاقة سلبية. دونك فوالا انتي تهزي هذيك السوارد حتعكس الصورة تاع السوارد، يعني راه حتعكس لكم طاقة المال. والمرأة ما تعرفش هادو سوارد صح ولا بابي، هي بالنسبة ليها هادو سوارد، دونك راه حتعكس لكم طاقة المال وبإذن الله تجيب لكم المال. دونك هادي سي اون استيوس قوية بزاف بزاف، ديروها اشري مرايا وحطيها لاشتا. دايوغ كاين دي بورتموني اللي فيه مرايات تقدري تستعملي هذيك المرايا، وكان لقيتي وحدة فيها زوج دوبل فاس سي ميو، لا كان فيها اون فاس تاني مليحه حطيها عليها وقفليها وخليها عندك في لو بورتموني تاعك. شوفوا البنات والله العظيم بالك تبان لكم يبانوا لكم حوايج بيزار وي، مي راهم حوايج بزاف بزاف فعالين، والناس اللي قارين هذا المجال واش نقول لكم، الحمد لله راهم كامل في احسن الاحوال. هزوها وخبيوها وحطوها في البورتموني تاعكم ديما، وقفلوها ونساوها، خليوها ديما كاينه في البورتفوي وخلاص، ما كاينش حد تستخدميها. دايوغ سي با دو فري ارجون هذاك اللي راني حطيت فيه، هذه حاجه. دايوغ انا هذه السبه اللي خلاتني نبدل لو بورتموني تاعي هذا، مالغي راني نحبها بزاف هذه، مي انا مانيش نستعمل فيها باسكو ما نقدرش نحط فيها الميغوار، الميغوار تاعي خشين هذاك، كنت نلقى واحد ميغوار رقيق عليه كون راني حطيته. دونك فوالا. حاجه اخرى اللي بزاف بزاف تفيدكم يا البنات هي ديما احرصوا يكون عندكم الصرف. واش هو الصرف البنات؟ الصرف هذا ما بقاليش بزاف، انا مليح الصرف، مليح بزاف يكون عندكم الصرف في البورتموني تاعكم، لانه ضرب المعدن بالمعدن يجيب لكم طاقه المال فهمتوني. ولا كان عندكم صوار ساعه ساعه حركوا البورتموني تاعكم هكذا، حركوه باش يدير الحس تاع الصرف، هذاك بزاف مليح، هي طاقه الاموال. دونك هذه مليحه بزاف، ما تصرفوش الصرف عندكم، انا كنت ديما نمدو هي نو، خلي عندك صرف. حاجه اخرى يا البنات عم بالي ما عندكمش، حتى انا ما كانوش عندي وحوست عليهم ولقيتهم وشريتهم، اللي هما الاحجار الكريمه. كاين احجار كريمه فريمون تاع سوارد، وربي يكون ما جاتش كل وحده عندها ذبذبات خاصه وعندها فائده خاصه، ما يخلقش الاحجار الكريمه، كون خلق حجر واحد كيعودوا كل كيف كيف فهمتوني. كاين احجار، كاين كيما حجر السيترين هو من اعظم احجار، انا كانت عندي خاتم متودر لي تاع المال، وكاين حجر الجاد اصلا نجبدهم ونعطيهم لكم، هادو الزوج الاحجار اللي عندي فوالا. هذا هو حجر الجاد، حجر الجاد وحجر السيترين هو من احجار كريمه اللي تجذب طاقه المال. اسيو باك تكونوا متاكدين باللي الاحجار هذه اصليه ماشي مغشوشه فوالا. والبنات بنات باو بيجي ديروا كلش، مش شرط ديروا كلش، انا ثاني ما كانش عندي كلش، مي حتى وجدت قداش حاجه خاصتني باش حطيته وفوالا. دونك اسما مش من النهار الاول حين ديروا كلش، ماشي شرط، المهم انكم شغل دوك ربي سخر لنا الكون بما فيه، اي حاجه في الدنيا كاينه ربي سخر لنا الكون كامل بما فيه للانسان، حنا فقط ما نتدبروش في القران وما نبحثوش في العلوم، ما نعرفوش كل حاجه وشو الفائده تاعها، باسكو ما كانش حاجه خلقها ربي عبثا، حنا فقط ما نعرفوش الفائده. وحتى انا ما كنتش نعرف، باش نفهموا قداش حاجه ما كنتش نعرفها، سان في با دير كي كده نقول لكم هكا اسمع انا نعرف، نو، حتى انا بزاف حوايج الحمد لله واني نعرفهم. ونزيدكم معلومه، كي تحبي الحاجه هذيك تزيد تجيك مدي منها، شتو حاجه اللي تحبي تزيد في حياتك مدي منها، مدي. انا حابه العلم، حابه نزيد نعرف حوايج اكثر، حابه اني نعطيكم في المعلومات، والحمد لله راني نستقبل، لانه الدنيا راكبه على اخذ وعطاء، تمدي
تستقبلي، ما تمديش تقعدي وراكي. الانسان اللي يكون بخيل ما يستقبلش حوايج جدد، باسكو حيقعد واش عنده برك، ما يتقدمش. فهمتوني؟ هذه حاجه اخرى اللي حنزيد نهضرها لكم البنات. واش تقدروا ديروا في لو بورتموني تاعكم؟ في لو بورتموني تاعكم يا البنات، اسيو تديروا شويه ملح خشن. الملح حتى في الفيزياء مثبت انه يبدد طاقات سلبيه. ديجا حنا بيبي كيعود خارج قبل المغرب ولا تحطي له سره تاع ملح، ولا كان قدرتوا هذا راهو ملح خشن فوالا، هذاك تلقاوه عند اللي يبيعوا الاعشاب، ماشي الملح تاع لا كويزين او جايزي الحجر. هاهو حطوه في قماش احمر، لان اللون الاحمر دبدباته قويه جدا، طاقاته عاليه لجذب المال. فهمتوني؟ دونك الا كان قدرتو حطوه في طرف حمر وربطوه، روحطوه معاكم ونساوه، خليه بك في البورتموني معاك باش يبدد لك الطاقات السلبيه من البورتفوي تاعك، بلوتو من البورتموني تاعكم. فهمتوني البنات؟ ما راهو لا شعوذه لا والو، راهو ملح ما كان والو، ما لا افكار سلبيه لا عمر. ولي عندها تعليق سلبي تخليه عندها، لاني ماني حابه نشوف حتى تعليق سلبي. جي ايزيتي نحطها من اجل التعليقات السلبيه، واللي باسكو نعرف ربي مليح ومحل ندير حاجه حرام ولا ندعيكم الحاجه حرام. هذه باش نكونوا متفاهمين. حنزيد نعطيكم يا البنات حاجه اللي هو كلام الله. واش قصدي؟ اي دعاء انت تحبيه ولا ايات فيها الرزق في القران الكريم. انا هذه شفتها في فيديو في اليوتيوب، هاد العباره بعد وهذه الطريقه، يعني تقدروا تحطوا اي ايه باغ اكزومبل، آية اللي تقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل عليكم السماء مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. آية الله اللي تتحدث على الرزق ولا دعاء راكم حابينه، ولا خاصة أسماء الله الحسنى. أصلا أسماء الله الحسنى فيها مرة جاية نهضر لكم عليها، فيها العجب العجاب. كي تدعي وتدعيوا بأسماء الله الحسنى دبدبات تاعها كلا إيماجين، ديجا هزا معاك ديما كلام ربي في المحفظة تاعك، ما كانش حاجة أفضل من هيك. أنا واش كاتبة هنا؟ كاتبة إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني هذيك تقدري تقولي توكيد بلي ربي هو الرزاق، هو اللي عنده القوة، هو اللي رزقنا هذا مكان. وخليوها معك دبدبات كلام الله وأسماء الحسنى. تقدروا تكتبوا اسم الله الغني، اسم الله الباسط يبسط لك في رزقك، اسم الله الرزاق، اسم الله الوهاب، وش حبيتو كامل، ولا الدعاء ولا الحاجة القريبة لقلبك من كلام ربي اكتبيها وحطها معك في دبدبات تاع كلام الله وآيات، وخاصة أسماء الله الحسنى من اعلى الطاقات ومن اعلى الدبدبات، يعني رايحه تجذب لك الخير والرزق والبركه. يعني كونوا متاكدين من هذه وحطيها مع القطع تاعك تاع الصوار، حطيها هي الاولى وبعد حطي الصوار تاعك، وبيان سيغ ما يكونوش مكمشين ومطبقين، تكون محلوله. فهمتوني؟ حاجه اخرى نهضرها لكم، لازم تصدقوا الحاجه اللي راكم حابينها تكثر في حياتكم، لازم تمدوا منها. ما تقولي ليش ما عنديش، كاينه آية كامل في القرآن تقول ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. حتى كنتي محتاجة تمدي بثقة أنه ربي رح يعطيك، والله العظيم يعطيك. كي تعودي واثقة في ربي بلا ربي مش حيخيبك، ما يخيبكش. قالك أنا عند ظني عبدي بي، ماشي عند حسن ظني، عند ظني. خلالك حرية الاختيار أنه الظن يكون سيء، يعني سلبي ولا إيجابي، لكن أحسن الظن بربي ربي ما يخيبكش. ولكن قلتي والله ما عارف قادره ودخلي فيها الشك، طيحي في الحاجه راكي خممتي فيها، سواء شك ولا سوء ظن ولا. فهمتوني؟ فوالا. دونك انا والله نهار صدقت دخلوني صور، يعني كونوا متاكدين نهار تمدي ربي يعطيك. يعني خمموا معايا بك، ربي كي دار 2.5 من مجموع المال، يعني من النصاب الانسان يمدو، يعني ربي محتاج هذيك 2.5% تاع صور دكا، هي امبوسيبل. ربي هو الرزق، ملكوت الدنيا كامل في يده، يعني الرزق ما يخلصش. حيحتاج هذيك الدو راهي تطهري بها الماء تاعك، المال تاعك، باش يعود عنده مجال يزيد، باش ديري طاقه الحركه في المال تاعك، باش تمدي وتدخلي. باسكو كنت تخليه يرجع الطاقه راكده وريحه تصرفيه في غير ما يرد الله، لانه ماهوش طاهر، ما طهرتيهش. خذ من اموالهم صدقه تزكيهم وتطهرهم بها. البنات ركزوا واش قاعد نقول لكم، رانيش نخرط عليكم، ولكن حبيت لكم الخير، ولاني وعدتكم فتهدرتها بلا ما فقت في لا فيديو، قلت لكم حنعطيكم الالوان الداعمه لكم، وكيفاش تكون لون المحفظه تاعكم تجيب لكم سوارد وكلش. هدرتها هكا لا اراديا، وقيت بزاف بنات باقيين شافيين.
اشاك فوا نهضر يقولوا لي ماري هضر ديري لنا لا فيديو ديري لنا لا فيديو. دونك وعدتكم بلي نديرها لكم، وانا كي نوعد عهد محال نخلفه باذن الله. دونك راني درت لكم لا فيديو. كاينه حاجه اخرى تاني البنات، جامي اي جامي اي جامي ديروها، وانا كنت نديرها اطيشوا البورت موني تاعكم ولا الساك اللي راكم حاطين فيه البورت موني في الارض. انا كنت نقرا في لافاك هكا منا بالبيسي فيه الثقيل وفيه لي ميموار هذوك الكبار هزاه باش نخدم بيهم، ولا لي لوحاي تاعي لي بورت دوكيومون. دونك توجور وين نقعد نحط الساك في الارض، وبيان سور فيه البورت موني وكلش في الارض. ديما بورتموني تاعي قلت لكم في حاله. دونك البنات الارض فيها طاقات سفلى، قرينا بلي الطاقات توجور لتحت المغناطيس ديجا سلبيه تجبدنا، راهي في الفيزياء مثبته اسما ما راهيش خرطي، فهمتوني؟ دونك ما تطيشوش خلاص البورتموني تاعكم في الارض، ولا تخبيه تحت السرير، ولا تخبيه في الارض، جامي توجور بورتموني تاعك يتحط الفوق اعلى مكان كاين خبيه فيه. خبي حوايجك صواردك او الاشياء الثمينه تاعك الفوق، حطيها فوق الكلاصي فوق الخزانه الفوق، مش فوق الفريجيدار برك، جامي فوق الثلاجه جامي. المهم ديما في اماكن عليا. هذه حاجة أخرى نزيدها لكم، وراح نزيد نعطيكم نصيحة أخرى. إذا كان حبيتوا صح صح الرزق يزيد يجيكم يعني بدون بورتموني، اقراو صورة الواقعة، داوموا على صورة الواقعة دائما. صورة الواقعة رائعة رائعة جدا ومثبتة والله، تقراوها كل ليلة ولا خاصة وراء المغرب يعني بعد المغرب يعني عندها نتيجة رائعة. وحاجة أخرى تقدروا ديروها في البورتموني تاعكم أنا ما عنديش، هي تحطوا ورقة من أوراق الغار اللي هو الرند، ورق سيدنا موسى. دونك هذاك الورق يعني هذيك النبتة مباركة وصح فيها تجلب الرزق تاعكم. ورقة تاع رند أنا والله ما عندي، تغلفوها بالبابي فيلم باه ما تفتلقمش وطيشيها في البورتموني. ما ديكش بيزار، أنا البورتموني تاعنا كنا حاطين فيه لي كارت، وحاطين فيه النوامير، وحاطه فيه الورق، وحاطه فيه التصاوير، وحاطه فيه لي كلي دوك الصغار تاعي، حاطه فيه قداش من حاجه يعني. كي تحطي فيه زغبه ملح وتحطي فيه مرايه ماشي حاجه كبيره. واش قلت لكم كامل هي اشياء يعني جد معقوله. حاجه اخرى لي انا هذا وين شريتها مازال ما حطيتهاش، لا بروف راهي ما كانش، حطوا عود من اعواد القرفه. القرفه رائعه جدا. شوفوا البنات حطوا عود واحد ماشي ان ساشي كامل، انا هذا وين تغلفوه بالبابي فيلم وحطيه. القرفه تاني عندها طاقه رائعه، اون بليس تعطر لك الاخر تاعك لو بورتفوي. لو بورتموني شوفوا في الطبيعه نقول بورتفوي يعني ديكم مش ما ديكمش بيزار، تعطر لك لو بورتموني تاعك وعندها طاقات طاقات رائعه جدا. حتى باغ اكزومبل بعيد شركم في داركم يعود كاين العياط والمشاكل والزعيق وكل تصرف في ديارك كلها، تصرف في ارقى العائلات كما نقول. رشوا شويه قرفه بودغ في لي كوان، كيفاش نقولوا كوان، في الشوك فوالا، ديروا شويه قرفه رشوها في الشوك وحتشوفوا النتيجه تاعها. شيخ بلاص كلمه الدار، وكاين ثاني صور قرانيه تحطوها، مانيش حابه نخلط لكم المواضيع باش تركزوا معايا فقط. المهم فوالا البنات، حتى هنا كنت عطيتكم كل الاسرار، الحوايج اللي انا ديتهم من دورات، حوايج لي استشارات، حوايج معلومات بحوث كلش، عطيتكم الخلاصه هنا وننوي بها الخير والاستفاده لكم بكل يا ربي. فقط نصيحه اخيره البنات، جامي جامي تبقاو تشكيو وانا ما عنديش، وانا يا ما عنديش، وانا الفقر ركلاني، وانا 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 دوك ما كانش منها. تبقاي تشكي من الفقر وما عندكش شوارد حتقعدي هكاك. الشكوى لغير الله ما دل عليه، يحب يشكي يشكي الرب، يدعي ربي مش يشكي، فهمتوني؟ وما تبقاوش تقولوا انا ما عندي ولا ما عنديش، مخك راح يتبرمج بلي ما عندكش وتقعدي حياتك بكل ما عندكش. دونك ما كان له ما كان له، وربي قال لك اما بنعمه ربي كفى حدث. اهدروا عندكم سوارد ما تخافوش يضربكم بعيد، كي تقعدي محصنه روحك سواردك مش حيروحوا. الحمد لله قول لي الحمد لله اني في نعمه فقط، ما قلنا لك روحي قولي للناس قدها عندك. فوالا البنات حتى هنا ان شاء الله يا ربي تكونوا استفدتوا لو كم معلومه واحده، اللي استفدت تخلي لي تعليق وتخلي لي بيان سيغ لايك وبارتاجي لا فيديو او ماكسيموم. دونك نعول عليكم، غو بيزو البنات، الى الملتقى، مسجيتكم بزاف فيديوهات مفيده.